الرياضه يعني بنقول اللي بيربطها ايه السبورتس كوميونتي، رياضه البطوله يعني سبورتس كوميونتي. الخريطه الدوليه للرياضه بتبدا باللجنه الاولمبيه الدوليه وتحتها اللجنه الاولمبيه او اللجان المحليه في كل دوله، وما بينهما يعني دور اللجنه الوطنيه في مباشره الاشراف الفني للمواثيق الاولمبيه داخل الدوله وفي حال تنظيم البطولات وهكذا. وعلى الجانب الاخر والاتحادات الدوليه، والاتحادات الدوليه طبعا بيكون يعني تحتها الاتحادات الوطنيه ايضا او المحليه اللي بتطبق نظم وقواعد الاتحادات، وطبعا اللجان المشتركه ما بينهم. الحقيقه الدول بتاتي هنا في القاعده الكبيره واللي بينطلق منها الانديه ثم الاتحادات. المنظومه بتاخد اشكال كتيره جدا، اشكال الانديه بتختلف من دوله لدوله، في انديه بيكون فيها الانديه عامه فيها العديد من الانشطه الرياضيه والمشتركه في الاتحادات، بالاضافه الى النظام الاجتماعي والاقتصادي الموجود في هذه الانديه. نحن وتواجدنا اليوم كمركز الامارات للتحكيم الرياضي، وهو المركز الرسمي في دوله الامارات والممثل كأول مشاركة في هذا المؤتمر، ولكن أصبح المركز والحمد لله من المراكز الرائدة في دولة الإمارات. هدفنا دائما خلق ثقافة التحكيم والتوفيق في الإمارات والوطن العربي، وأعتقد نحن نجحناها بانتقالنا إلى اعتماد من الكاس على الجانب الإماراتي، وأصبحت القضايا المحلية تنظر يعني في دولة الإمارات. هناك دعم كبير منهم. يمكن المميز في هذا الشيء أن مركز التحكيم في دولة الإمارات خلنا نقول المركز الوحيد في الوطن العربي اللي صادر بمرسوم قانون، فأصبح صلاحية التنفيذ فيه أقوى، والحمد لله حتى الآن احنا حققنا رقم قياسي في ظل الجائحة، في ظل هذا، في القضايا اللي بتينا فيها.